معي من ظهران السعودية دكتورة ريما الحايك، استشارية أورام ودم أطفال. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة ريما. يعني طبعا عندما نقول أدوية مناعية أو أدوية كيماوية، الأدوية المناعية هي الأفضل، ولكن لا يختلف هذا الموضوع بين نوع سرطان إلى نوع آخر أو بين حالة لحالة أخرى؟ السلام عليكم، وبدءا أحيي وعليكم السلام وأحيي السادة المشاهدين. أهلا أنا وسهلا. والله يعني أفضل أن أتكلم عن العلاج المناعي بشكل عام. تفضل. طيب، هي طبعا هناك عدة أنواع من العلاج المناعي الذي يستخدم وبدأ ينتشر في علاج الأورام بشكل عام في كل الفئات العمرية، سواء للأورام العضوية أو الأورام التي تخص الدم أو اللوكيميا. إذا ما هو العلاج المناعي؟ هو علاج يحاول منع نمو الورم كما سبق أن قيل وانتشاره عن طريق تحفيز المناعة سواء الداخلية أو المكتسبة، فهو بذلك بعدة طرق. المناعة الموجهة بالتحديد لخلية ورمية عرف فيها بروتين معين. نعم. يعني حددنا في الخلية الورمية بروتين معين، نستطيع من خلال المختبر أن نكون جسم مضاد له ولهذه الخلية السرطانية. وهذه الأدوية ظهرت الآن في الأسواق بكثرة وتعالج العديد من الأورام، وخاصة عند الكبار. يعني زي ما تفضلت وسبق وتكلمت عن أورام الرئة وكثير من الأورام الصلبة خاصة. نعم. النوع الثاني هو تحفيز المناعة بشكل عام ضد أي جسم غريب. والنوع الثالث يعني زي خلق جو احتقان في داخل الجسم. والنوع الثالث يعني بعض التجارب استخدمت الفيروسات لتنشيط الحافز المناعي عن طريق خلق بيئة مضادة بشكل عام. وبعض التجارب استخدمت التطعيمات ضد السرطان، وهذه استخدمت بأقل فعالية ونتائج غير مضمونة. آخر ما توصله له العلم الحين حاليا هي سحب الخلايا المناعية الذاتية من المريض نفسه، وهي الخلايا اللي تسمى بتي سيل، خلية التي سيل هي خلية نعم. مناعية محددة، وتحفيز التعرف على الخلية الورمية التي مصاب بها المريض. وهذه التقنية الجديدة اسمها كار تي سيل ثيرابي. طيب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا من ظهران السعودية، شكرا على كل هذه التفسيرات. دكتورة ريما الحايك، استشارية أورام ودم أطفال.